اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اهل البيت الاطهار والصحابه الكرام التابعين لهم باحسان الى يوم الحشر والشرى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا عند قوله رضي الله تعالى عنه في اضداد النظر، واعلم ان للنظر في الشيء اضدادا تخص، يعني هناك اضداد خاصه واضداد عامه، يعني خاصة تخص النظر فقط فهي ضد، أما العامة يدخل فيها النظر ويدخل فيها الإدراك مطلقا، النظر وإيه وغير النظر، يعني إيه اللي غير النظر زي الإيه الإدراك والإيه والإرادة. ثم قال فالخاصة كل ما يوجب إحضار المنظور فيه بالبال كالعلم به، يعني العلم بالشيء المنظور به هذا يضاد الايه النظر، لانه يعتبر ايه هيجامع وجوده ايه وعدمه وهما ضدان. والجهل به اعني المركب وليس الجهل البسيط، فالمراد بالجهل الذي هو ضد او من اضداد النظر المراد به الجهل الايه المركب، اما البسيط لا يضاد بل ايه بل يجامعه، اعني المركب، لانه لو نظر معهما يعني مع الجهل المركب ومع ايه مع العلم به لكان أي النظر تحصيل الحاصل. قالوا كأن هذا إيه استدراك أو إيراد، يعني قالوا إن العالم ينظر في أكثر من دليل فكيف يكون إيه، لأنه قد علم من الدليل الأول، فإذا نظر في دليل آخر هل يعتبر النظر في دليل آخر هل يعتبر تحصيل للحاصل؟ فأجاب عن هذه عن هذا الاعتراض أو عن هذا الإيراد بقوله والنظر العالم في دليل آخر إنما هو لاختبار دلالته لا للاستدلال به، لأن الاستدلال حصل بالدليل الايه الاول. وكالشك فيه، يعني الشك في المنظور والجهل به والعلم به والظن فيه والوهم، كل ده ايه كل ده ايه من اضداد الايه النظر، لانه متى نظر في طرف لم يخطر بباله الطرف الاخر. ليه؟ قلنا لأن الشك والظن والوهم يخطر ببال إيه؟ الظن أو الشك أو الوهم يخطر بباله الطرفان من إثبات ونفي زي الحدوث والإيه؟ والقدم، لأنه يشك أو يتردد أو عنده راجح أو مرجوح، فقد اجتمع إيه؟ الضدان اللي هم إيه؟ الإثبات والنفي. بخلاف الناظر متى نظر في طرف لم يخطر بباله الطرف الآخر، إذن فأصبح الشك والظن والوهم يضاد إيه النظر، وهو من الأضداد الإيه الخاص، يعني فهناك تنافي بين النظر من جانب والشك والظن والوهم من جانب آخر، لأنه من جانب النظر لا يخطر بباله إلا إيه طرف واحد، أما الشك والظن والوهم يخطر بباله الطرفان.
وصلنا فين في الحاشية؟ وصلنا عند ايه؟ الضاد ايه؟ العامة كده؟ ايوه. يبقى عندما قال قوله هو كالشك في عطف على قوله كالعلم به والفعل، ده قلنا الكلام ده؟ لا، قوله لأنه أي الناظر، وهذا بيان لوجه التضاد بين النظر وبين ما ذكر. ما هو الذي ذكر؟ الشيخ ناجي رضي الله عنه. طيب يقول انتظروا، قلنا له هذه صلاة العشاء. وهذا بيان لوجه التضاد بين النظر وبين ما ذكر، يعني ما ذكر يشمل ايه؟ العلم به والجهل المركب والشك والظن كل ده. ما هو ايه وجه التضاد؟ يعني واحد يقول لي عاوز اعرف كيف يكون هناك ايه تضاد، ما هو الوجه بين النظر وبين ما ذكر؟ لما قال ايه من اول كلمة ايه؟ وهذا فين وهذا؟ لا، عندما قال قوله وكالشك الى اخره، مش كده؟ والوهم قوله لانه هذا هو ايه؟ بيان وجه التضاد، لانه متى نظر في طرف لم يخطر بباله الطرف الاخر، وإذا خطر الطرفان يبقى هذا إيه؟ شك أو وهم أو ظن، فهذا لا يكون إيه؟ ناظرا، إنما يكون إيه؟ شكا أو ظنا أو إيه؟ وهما. وقوله متى نظر في طرف أي بسبب طرف، متى نظر في طرف أي بسبب طرف كالحدود. وقوله لم يخطر بباله، يعني ببال الناظر. وقوله الطرف الآخر الذي هو إيه؟ القدم، يعني يخطر بباله القدم والحدوث معا. وهذه الثلاثة اللي الشك والظن والوهم من لوازمها خطور الطرفين بالبال. ليه؟ لأنه كيف يكون من لوازمها وليس من لوازم العلم؟ لأن العلم اعتقاد جازم مفهوش احتمالين، ما ينفعش ده أقول على وجه العلم إذا رجل أو امرأة أو أرجح أو أظن، لازم وجه واحد. إنما طالما عندك الاحتمالين يبقى ذا شك يا وهم يا أظن، فهذا من لوازم الثلاثة اللي هو إيه؟ لا، الثلاثة هي الشك والظن والوهم، فمن لوازمها خطور إيه؟ الطرفين بالبال. وهذا يضاد العلم، لأن العلم لا يحتمل إلا إيه؟ اليقين، شيء واحد يا علمي يا مش علم، فما ينفعش على الاحتمالات في العلم. كل ما تطرق اليه الايه؟ الاحتمال سقط به الاستدلال. يعني ينفع تعرف شيء على سبيل كده يمكن، ما هي معناه يمكن الثاني، حتى ولو واحد في المليون. فهنا ظهر لنا وجه ايه؟ التضاد. يعني معناها طالما هيجي في بالك احتمال ولو حتى على سبيل الوهم، يعني 1% هو وهم. يعني مثلا انت الان نظرت في الدليل فوصلنا الى النتيجه اللي هي انه العالم حادث، لو كان في احتمال عندك ولو 1 في المليون انه ممكن يكون قديم، ما يبقاش ده علم الايه؟ الجزم والقطع الناشئ عن دليل. انما طالما في الطرف الثاني فهذه الثلاثة من لوازمها خطور الطرفين، فهذه الثلاثة لوازمها منافية للازم النظر. النظر الصحيح لازمه هو الايه؟ العلم. وتنافي اللوازم يوجب تنافي الايه؟ الملزومات. ايه اللوازم؟ خطور الطرفين. وايه الملزومات؟ العلم والشك الشك والوهم والظن، دي الملزومات. واللوازم انه كل واحد منهم يلزم منها خطور الطرفين، لكن هذا لا يلزم من العلم.
لانه العلم بنقول عالم حادث يعني حادث, مش حاجه اسمه ممكن يكون ممكن كيف, ما يبقاش علم. واضح ولا لسه؟ خلاص خلصت؟ الحمد لله. الله يفتح عليك. كده لا يريحنا في اللي جاي. طب هل عدم خطورة العصر ولا لا؟ والله هي دي مش هتضرنا في حاجة. بيقولوا هل عدم الايه؟ الخطور للطرف الثاني. يعني هل ده أمر عادي؟ يعني أجر الله تعالى عادته بذلك في احتمال يتخلف فيكون مثلا الخطور للطرف الثاني موجب للتنافي, تنافي بين ايه؟ بين هذه الثلاثة وبين العلم, أو بينها وبين النظر الصحيح كده. هل ده عقلي؟ يعني يلزم عدم الخطور بالبال بالنسبة للنظر وهذا التلازم يعني بين النظر وعدم الخطور, أما الشك والظن والوهم يلزم منه وما قالش في اللزوم بتاعهم عادي ولا منه هي نفس الفكرة. يعني يلزم في الظن أن يخطر الطرفان وفي الشك وفي الوهم, لكن في العلم يلزم ايه؟ عدم الخطور, مش كده؟ سواء كان في الشك يلزم الطرفان او في العلم يلزم عدم الخطور. الخطور مش للطرفين والا مش ما في حاجه, للطرف الايه؟ الثاني. طب مين هو الثاني؟ ما هو هما طرفين, فين الاول فين الثاني؟ والله اذا كنت تنظر في دليل الحدوث لا ايه يخطر على بالك دليل ايه القدم, هو الطرف الثاني بحسب الايه؟ بحسب ما تنظر فيه, فيكون غيره هو الطرف الثاني. اما اذا نظرت في قدم المولى سبحانه وتعالى فيكون الطرف الثاني هو الايه؟ الحدوث. اذا خطرت نظرت بحدوث العالم فيكون الطرف الثاني هو الايه؟ القدم. عدم الخطور ده للطرف الثاني اللي هو يوجب التنافي يعني بين النظر وبين خطور الطرفين, لأنه هذا لا يكون نظر إنما شك أو إلى آخره, هل ده عقلي أو عادي؟ والله إذا كان عقلي يبقى لا يتخلف يعني يلزم عدم إيه, أما إذا كان عادي يبقى يمكن تخلف. فيه تردد إيه للمتكلم, يعني منهم من ذهب إلى أنه إيه عدم الخطور عقلي, وفي من قال إنه إيه عادي. الشيخ هنا بيقول إيه أو عادي هو المعتمد فيمكن أن يتخلف, يعني الإمكان ليس معناه الوقوع, يعني الإمكان هو فقط تجويز عقلي. ليه؟ لأنه ما يترتب على النظر, أنا فهمت الآن ففهمناها سليمان, إنه ما يترتب عقب النظر في المقدمتين اللي هو خلق النتيجة له, ده المذهب المعتمد اللي هو مذهب السادة الأشاعرة رضي الله عنهم, إنه ده خلق النتيجة ده عادي, بمعنى إنه ممكن يحصل له ذهول أو غفلة أو لا يحضر فيتخلف, يعني لا يتم الإيه النظر في أو لا ينتبه إلى اندراج الصغرى في الإيه في الكبرى, أو لا ينتبه إلى الحد الذي يجمع له الحد الوسط فيمكن إيه يتخلف. خلاص كده؟ إذن المعتمد كما قال الشيخ أنه إيه عادي وليس إيه وليس عقليا, حتى لا نذهب إلى إيه الذين قالوا بالإيجاب. خلاص كده؟ كان قول اللي هم في السنة عقلي أو عادي أو تولد واجب الأول, أول والأول عقلي أو واجب أو عادي أو أربعة. الأول هو الإيه المؤيد كما قال في متن السلم المنطق,
فيمكن أن يتخلف بحيث يخطر ببال الناظر الطرف الايه؟ الثاني. الإمكان لا يدل على الوقوع، وإنما هو تجويز عقلي، لأنه لو وقع بالفعل فيدخل في ايه؟ في هذه الحالة لا نفرق بين العلم وبين الشك والوهم والظن، هو مجرد إمكان، بمعنى إذا شاء الله تعالى أن يتخلف عدم الخطور فيخطر، فالله على كل شيء قدير، لأنه أمر عادي تخرقه العادات، العادات تخرق بما هو من قبيل المعجزات، الأمور الخارقة للعادة، هي العادة يمكن أن تخرق. قوله هو الأضداد العام، الأضداد العامة، الأضداد العامة الشرح ولا الحاشية؟ في الأول الشرح لسه؟ ما لسه احنا واقفين عند الأضداد العامة. ما احنا بنعمل كده، قلنا نعمل فرصة لانتظارك، المية موجودة، بس هذا هو. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الشيخ رحمه الله نفعنا بعلوم علومكم الدارين آمين. والأضداد العامة ما لا يخطر معها المنظور فيه بالبال، كالموت والنوم والنسيان وما في معناها. يعني الأضداد العامة اللي هي عامة مش خاصة، إن لا تخص النظر، وإنما تنافيه وتنافي غيره، يعني ضد العام ينافي النظر وينافي الإدراك، والإدراك يعني دي الإدراك اللي هو العلم، يعني سواء كان نظري أو إيه أو ضروري، يعني نظري بالمقدمات العقلية أو من الحواس، يعني أي ضروري، يعني عندما قال سواء كان نظريا أو من الحواس يقصد بكلمة من الحواس يعني ضروري. وبالجملة فالنظر يضاد العلم وجملة أضداده. وبالجملة فالنظر يعني بالجملة من غير من غير تفصيل، النظر يضاد العلم وجملة أضداده، لأنه قال هنا كالموت اللي هي الأضداد العامة للموت، يعني ما فيش ميت ينظر، كيف ينظر، كيف يرتب المقدمات، لأنه الحياة شرط للإدراك. لما واحد يقول للأموات في الحياة البرزخية، لما نتكلم في الحياة العادية دك لها قوانين أخرى، لما تموت بقول لنا في القبور تحت أو في البرزخ في نظر ولا ما فيش، احنا بنتكلم في ايه؟ فيما هو ايه؟ كالموت والنوم، والنوم كذلك، كيف ايه؟ ده لو نام وهو بينظر مش هيتم شيء، فكيف ينظر وهو ينام ونائم؟ كالموت والنوم والنسيان، يعني جاب مقدمة ونسي الثانية، وما في معناها، صح؟ كثير الناس كنت حياة بعد، يعني تجنب في الخطب والكلمات الشيء اللي فيه أعداد، تقول مثلا ثمانية ما أشياء من فعلات، تقول ثلاثة تنسى خمسة، تقول خمسة تنسى اثنين، ده ساعات يبقوا اثنين وتنسى واحدة، وساعات تنسى الاثنين. واحد مرة قال في الـ عن ابن عباس رضي الله تعالى مش عارف خصلتان من فعلهما دخل الجنة وسكن، ايه هما الخصلتان؟ قال نسي ابن عباس واحدة ونسيت انا الثانية. والنسيان وما في معناها، ايه اللي ما في معناها؟ يعني ايه؟ كالذهول والغفلة. وبالجملة، وبالجملة فالنظر يضاد العلم وجملة أضداده. عنده مش هام المعاطي.
قال المحشي رحمه الله النظر ضد العلم وجملة يعني الإجمال وعدم التفصيل. والباء ليه؟ للملابسة اللي هي كلمة وبالجملة. قال المحشي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. يعني النظر ضد الايه؟ العلم مش كده؟ وضد ايضا جملة الضادة يعني ضد الايه؟ الشك والظن والوهم والجهل المركب، لان هذه اضداد العلم خلاص، وهي اضداد النظر، والنظر يضاد الايه؟ العلم، ويضاد جملة الضادة، وشرحنا ذلك بالتفصيل. تنبيه. نعم تنبيه. ها؟ نعم حاشية الأم. في حاشية هنا؟ ما فيش حاجة. في من الأضداد العامة. قول. قوله والأضداد العامة أي المنافية للنظر وغيره كالإدراك سواء كان نظريا أو من الحواس، وكالإرادة بخلاف الأضداد الخاصة فإنها لا تضاد الإدراك والإرادة. في حاجة ثانية واحنا ده شرحنا. قوله المنظور فيه أي لأجله، أي الذي ركب الدليل لأجله والنتيجة. قوله وما في معناها كالذهول والغفلة. قوله وبالجملة أي الإجمال وعدم التفصيل، والباء للملابسة. قوله وجملة الضادة أي من الجهل المركب والظن والشك والوهم. قال الشارع رحمه الله تنبيه. يعني شو سبحان الله، يضاد العلم ويضاد الضد كده، يعني هو ضد العلم وضد ضد العلم. فهمت هذا؟ نعم. قال الشارع رحمه الله تنبيه. ما مررنا عليه في هذه العقيدة أن أول واجب النظر هو مذهب جماعة منهم الشيخ الأشعري. ذهب الأستاذ وإمام الصوت جاي لسه عملت إمتى؟ ده الصوت ده خد منه ده راجل قاعد في وسط صحن المسجد. أي بس يروح في الصحن الثاني. أنت رحت عملت إيه دلوقتي؟ أنا خدام الدكتور. يا عم خدام مين؟ وهنا شوف حد من الجن يطلعه. خد إحنا مش زينك خدام بس اسكت يا ابني. مش كده، هدوا له ميكروفونك. سأتم سكينا طول الميكروفون اطلع لنا ده. الناس ما عندهاش نظر اهو بالظبط. قوله تنبيه. قوله نكمل التنبيه الاول. تنبيه. ما مررنا عليه في هذه العقيده من ان اول واجب النظر هو مذهب جماعه منهم الشيخ الاشعري، وذهب الأستاذ وإمام الحرمين إلى أن أول واجب القصد إلى النظر. يعني الكلام ده اللي عدى ده ما مررنا عليه خلاص كده. يعني فيما سبق يعني من أن أول واجب النظر هو مذهب مين؟ جماعة منهم، يعني هنا للتبعيض، يعني هم كثر أو كثيرون، منهم الأشعري. طبعا ده يكفينا لما نقول منهم الأشعري. وبعدين ذهب الأستاذ اللي هو مين؟ أبو إسحاق السوري، وإمام الحرمين الجويني، واسمه عبد الملك وهو عراقي، وسمي إمام الحرمين لمجاورته، إلى أن أول واجب القصد إلى النظر، مش النظر، القصد إلى الإيه؟ إلى النظر. يبقى معنى كده النظر تاني واجب، أي القصد، يعني بشرح القصد، أي توجيه القلب إليه بقطع العلائق المنافية له. إيه العلائق المنافية؟ مش للنظر، للقصد إلى النظر. كثيرة كثيرة العلائق، الكبر، الحسد، البغض، الحب، ما حبك للشيء يعمي ويصم، يخليكش تبص لما تحب حاجة ما تنظرش لليه؟ للمساوئ ولا تفهمهاش. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي
لما تحب حاجة لا ترضى تسمع ولا شيء. عندي مصلي سيدة والله عندي مصلي سيدة يا عم شوف له حد. لا شوف حد من بتوع الجهاد قال لك ما هو لو حتى راح عند سيدنا الحسين برضه حيث فشوفوا حد يا مولانا استعين بحد ابات لعبد الله كده هيبوظ علينا دور على اي حد ما كده طالما احنا سامعين هات من المشايخ من ده ما حصل راح وهيجي في المره الثالثه برضه خائبا نفس الحكايه انا ماله مال السيدات يعني هتروح واحده ست هتطلع ارجل منك هتروح موقفها عند حد راحت البنت قول قوله قال وذهب الاستاذ وامام الحرمين الى ان اول واجب القصد الى النظر اي توجيه القلب اليه بقطع العلائق المنافيه له ومنها الكبر والحسد والبغض للعلماء الداعين إلى الله سبحانه. الكبر والحسد والبغض للعلماء تكره العلماء الداعين إلى الله سبحانه. نعم. وتطهير القلب من هذه الأخلاق أول هداية الله تعالى للعبد. وقال القاضي ربنا يطهر قلوبنا من هذه الأخلاق للكبر والحسد والبغض للعلماء. وقال القاضي أول واجب مين؟ أبو بكر الباقي الله أول واجب ليس هو النظر وليس هو القصد كما قال مين؟ إمام الحرمين كما قال الأستاذ وإمام الحرمين هما الاثنين القاضي الباقي الله قال أول واجب أول جزء من النظر يعني كأنه متفق مع مين؟ مع الأشعري ولكن الأشعري جعل النظر إيه كله إنما هذا قال أول واجب هو أول إيه أول جزء لأن النظر مش بيبقى مرة واحدة وفيه إيه مقدمات يعني فيه أجزاء فالواجب الأول هو إيه الجزء الأول لو الواجب الثاني هو الجزء الثاني أو الثالث المكمل واضح؟ نعم طب وقيل أول واجب المعرفة وقيل قول آخر بس لم يقل مين اللي قاله ويعزى للشيخ أيضا الشيخ الأشعري نعم لما قال للشيخ يعني للشيخ إيه الأشعري أول واجب المعرفة ويعزى للشيخ يعني مين الأشعري لأنه الأول قال هو مذهب جماعة منهم إيه الشيخ يبقى المراد به يعزى للشيخ والشيخ مين الأشعري ويعزى للشيخ أيضا وهو في الحقيقة غير مخالف لما قبله لأنه وهو في الحقيقة يرجع إلى إيه يرجع إلى أول جزء من النظر ما قبله يعني أول لأنه نظر إلى أول ما يجب مقصدا احنا فين الان الثاني وهو في الحقيقه غير مخالف لما قبله اللي هو كلام القاضي وهو في الحقيقه غير مخالف لما قبله يبقى هنا يحتمل ان يريد بالذي قبله في احتمال هنا الذي قبله اللي هو القول السابق للاشعري الاشعري ما قالش القصد يا شيخ يبقى هو بيقول غير مخالف لما قبله ايه اللي قبله في كذا احتمال القول السابق الذي قبله القول السابق للأشعري وهو ايه وجوب النظر مش كده وقال القاضي اول واجب اول جزء وقيل اول واجب المعرفة ويعذر الشيخ ايضا وهو في الحقيقة غير مخالف لمين لما قبله يبقى إذن يحتمل أن يريد بالذي قبله القول السابق للأشعري وهو وجوب النظر وأشار إلى التوفيق بينهما عشان قول السابق للأشعري نعم قول السابق للأشعري اللي هو قول القائل اللي هو هم اثنين السابق على طول اللي هو إيه أول واجب أول جزء من النظر والذي يسبقه اللي هو القصد إلى النظر
الأشعري بيقول أول واجب النظر، مش منهم الأشعري؟ وبعدين قال ويعزى للشيخ اللي هو أول واجب اللي هو إيه؟ المعرفة المعرفة مش النظر، النظر خلص النظر خلص. يعني اللي بيقول أول واجب المعرفة هذا غير مخالف للذي قبله، يبقى الذي قبله يرجع على إيه؟ على كلام الإيه؟ الأشعري، أو يرجع على كل إيه؟ الذي قبله، كل الأقوال. ثم أشار إلى التوفيق بين الأقوال باعتبار المقصد والإيه؟ والوسيلة. خلاص؟ عندنا غير مخالف لما قبله، يحتمل أن يراد به غير مخالف للقول الذي قبله، القول السابق بتاع الإمام الأشعري، ويحتمل كل ما قبله من الأقوال. ليه؟ كيف جئنا بهذا الاحتمال؟ لأن الأقوال السابقة تمام بما فيها قول الأشعري كلها دائرة على الوسيلة لا على المقصد، لأن المقصد هو المعرفة. إيه المقصد من النظر؟ المعرفة. طيب عندما نقول أول واجب النظر، يبقى أول واجب وسيلة. طيب أول واجب هو القصد إلى النظر، يعني ده وسيلة للوسيلة. وبعدين أول واجب هو أول جزء، برضو ده كله في الوسيلة، جزء من الوسيلة. أول واجب المعرفة هذا هو أول واجب إيه؟ مقصدي. أما الذي أو الأقوال التي قبله إنما هي كلها دائرة على الوسيلة، فلأجل هذا وفق، قال هذا القول هو أول واجب المعرفة، وقال إنه يعزى للشيخ. إذن الشيخ الأشعري ليس مخالفا لنفسه وليس متناقضا مع نفسه. كيف يقول أول واجب النظر أو أول واجب أول جزء من النظر، أو يقول إن أول واجب هو المعرفة؟ فهل هناك تناقض؟ قال لا، لأنه يريد بقوله أول واجب النظر أو أول واجب أول جزء من النظر يريد أول واجب وسيلة. أما عندما قال المعرفة يعني أول واجب مقصدا. وكذلك ليس مخالف، انه احتمل انه عندما قال غير مخالف لما قبل عن الاقوال السابقه كلها بما فيها قول الاشعري الاول، لانها كلها وسائل الى ايه؟ الى الوصول الى المعرفه. فده محتمل وده محتمل. خلاص يا شيخ محمد. يعني شوف كم قول انتم سمحتهم دلوقتي. أول واجب هو إيه؟ النظر. النظر. أول واجب هو إيه؟ القصد. أول واجب هو إيه؟ أول واجب هو المعرفة. خلاص؟ بعدين قال إيه؟ ويعزى للشيخ وفي حقيقة مخالف لأنه نظر إلى ما يجب مقصدا. أيوة. وغيره نظر إلى أول ما يجب امتثاله، يعني لأنه أي الأشعري، أو لأنه أي الذي قال بالأقوال الأخرى، نظر إلى أول ما يجب إيه؟ مقصدا، لو الأشعار عندما قال المعرفة. وغيره نظر إلى أول ما يجب امتثالا وإيه؟ وأداء. وإنما اخترت، وإنما اخترت من هذه الأقوال القول بأن أول واجب النظر. أعداد حن إنه كل أربعة. يبقى هنا ذكر كم قول يا مشايخ؟ أربعة. أربعة. الصور في أقوال أخرى كثيرة أكثر من الأربعة في أول واجب. أوصلها بعضهم إلى 12 قولا. يعني دول كام اللي احنا قلناهم؟ أربعة. طيب دول أربعة ولا كام دول اللي قلناهم؟ نظر. ايوه النظر والقصد أول واجب النظر، بعد كده القصد ان النظر اثنين، أول جزء ثلاثة، المعرفة أربعة. المعرفة أربعة. تمام كده؟ مش كده يا شيخ؟ أمال طيب
في بعد كده انه اول واجب الايمان، في قول انه اول واجب الاسلام، في قول انه اول واجب اعتقاد وجوب النظر، لانه لا ينظر ما لم يعتقد انه واجب، ولا يعتقد انه واجب ما لم ينظر. يبقى في اقوال اخرى زائده على الايه، على الاقوال المذكوره. اول واجب الايمان، اول واجب الاسلام، اول واجب اعتقاد وجوب النظر، ده جديد، ده مش النظر ولا جزء النظر ولا القصد، ده قبل ما تعمل اي حاجه من دول لازم تعتقد انه ايه، واجب، ما هو اللي هيحملك عليه. وقيل اول واجب التقليد، وقيل اول واجب وظيفه الوقت، يعني معناها واحد مثلا في الوقت كده اول واجب عليه مثلا الوقت ايه، الاغتسال من الجنابه مثلا، صلاه الضوء، الواجب الايه اللي هو يتعلق به الايه، الوقت. نعم، جميل، وظيفه الوقت. في قول اخر اول واجب قال لك انت مخير، يا اما تنظر حتى تصل الى المعرفه او تقلد، يعني يجب عليك واحد من الاثنين، يا المعرفه يا التقليد. فهذا قول اللي هو التخيير بين المعرفه وبين التقليد. يبقى يعني يصل الى زي ما قلنا مجموع الاقوال كان 12 قول. يلا يا شيخ ناصر، قوله تنبيه. قال المحشي رحمه الله: قوله تنبيه هو اصطلاحا عنوان بحث لاحق يفهم من البحث السابق. يعني كلمة تنبيه في الاصطلاح، يعني معنى تنبيه اصطلاحي مش لغة. في اللغة يقول لك نبهوا، يعني اوقظوا. التنبيه في اللغة عن الإيقاظ، إنما في الاصطلاح عنوان بحث لاحق يفهم من البحث السابق، بحيث لو لم يصرح به لفهم من الأول بطريق الإجمال، ولكنه نبهك حتى يكون الفهم من الأول بطريق التفصيل لا بطريق الإجمال. فلما تسمع كلمة تنبيه يعني في بحث لاحق يفهم من الأول، لكن لو لم يصرح بكلمة تنبيه لفهم في الضمن كده أو في الجملة وليس على التعيين. فعندما نبهك كأنه عين لك هذا الايه، فهم هذا البحث اللاحق، ولكنه ايه، موجود ضمن الايه، الاول. ده معنى التنبيه في ايه، في الاصطلاح. يعني اقول لك تنبيه، في بعض الناس يفتكر تنبيه يعني آلة تنبيه كده بينبهك كده، لكن لها معنى اصطلاحي. فلو سألناك ايه معنى التنبيه اصطلاحا هتجيب معناه لغة. شوف معناه اصطلاحا ايه، بحث عنوان بحث لاحق يفهم من البحث السابق، يعني هو يفهم بس مفهوم ايه ضمنا. كل ما في الامر التنبيه خلاه ايه، معين. هو لغة، لغة الايقاظ، وهو المراد هنا، وهو المراد هنا، يعني المراد هنا المعنى اللغوي وليس المعنى ليه، وهو خبر لمبتدأ محذوف، أي هذه الألفاظ الذهنية تنبيه. يعني لما أقول لك هي تحضر كده في الامتحان أقول لك اعرف كلمة تنبيه، أنت جيش في بال أهلك إنه ده إيه، إنه ده خبر، أول ما هتعرف هتقول ده مبتدأ، طيب كيف ده نكرة؟ مش كده؟ يبقى هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره، وهذا تنبيه. شفت كده؟ وهو إيه؟ اللي هو تنبيه، خبر لمبتدأ محذوف، أي هذه الألفاظ الذهنية تنبيه، أي إيقاظ. فالآن عرفنا كيف أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي إيقاظ يعني موقظة، يعني هي ألفاظ. ولا يراد الاصطلاحي، لماذا لا يراد المعنى الاصطلاحي اللي هو عنوان بحث
لاحق يفهم من السابق، لأنه لم يعلم من البحث السابق كون القول الأول لجماعة منهم الأشعري على أنه لم يعلم مما سبق أن في المسألة خلافا. فلأجل هذا قال المراد هو المعنى الايه؟ اللغوي. خلاص كده واضح؟ يلا. قوله أول واجب أي أول فرد من أفراد الواجب. قوله وذهب الأستاذ وأبو إسحاق أن الواجب له أفراد كثيرة، فهذا هو أول فرد من أفراد الواجب. قوله وذهب الأستاذ وأبو إسحاق أبو إسحاق الإسفرائيلي. أول ما تسمع كلمة الأستاذ اللي هو أبو إسحاق الإسفرائيلي. نعم، هذا هو المراد منه متى أطلق في هذا الفن. هذا هو المراد منه، يعني من كلمة الأستاذ، متى أطلق في هذا الفن. يبقى المفروض في الفن ده بالذات ما فيش حاجة اسمها أستاذ غير مين؟ أبو إسحاق. يبقى غيره أستاذ مساعد. وهو شافعي كإمام الحرمين. وهو شافعي اللي هو مين؟ أبو إسحاق. وبرضو إمام الحرمين شافعي، أبو الغزالي اللي هو تلميذ إمام الحرمين شافعي. يا ليتنا كنا شافعي. قوله عبد الملك الجويني لقب بذلك لمجاورته بها. بيقول هنا عبد الملك ده الجويني غير موجود، يعني العبارة دي يعني بيقول لك إمام الحرمين وعمل بن قوسين قوله عبد الملك ليه الجويني. هل هنا في الشرح جاب كلمة عبد الملك؟ فده موجود في نسخة تاني غير اللي هو ايه بيعمل الحاشية عليها. بس طالما مش موجود يا سيدنا الشيخ في النسخة بتاعتك اللي انت بتحشي عليها بتجيبه ليه؟ يعني هو غير يعني بس ما مش هتضر في حد. قوله القصد الى الله. انا بشرح في نسخة مش موجود فيها، اعمل حاشي على حاجة بره. قوله القصد الى النظر. ما يا اخي واضح وحد مش عارف امام الحرمين غيرك انت. لا قوله القصد الى النظر اي ارادته. لما انت عارف ما تقول توضح لي وده تحصيل حاصل. وضح لك ايه كده واقول لي كده اللي هو واضح. ماشي. قوله القصد الى النظر اي ارادته بذلك عن يعني امام الحرمين لمجاورته. مش معناها امام الحرمين كان يؤم، هو امام في العلم مش امام يعني كان يصلي في الحرم يصلي اي مأموم، وهو امام بس امام فين؟ في العلم. قوله القصد الى النظر فين؟ البارحه كيف لي ضريحه والله ليه ضريحه انا ورد امام الحرمين مسجد امام الحرمين وفي ضريحه في مسجد هو ابو المعالي عبد الملك الجويني قبل كده السيده فاطمه النبويه يا عم مش ده هو اسمه عبد الله الجويني اللي جوده هو ده امام الحرمين عبد الله ده اللي جوده اسمه عبد الله الجويني انت رحت وجيت عبد الملك امام الحرمين اللي هو صاحب الارشاد والشامل هو ده نعم بقول لك ما جاش مصر خالص نعم المصريين بقى مصريين بقى مصريين اصلا شفت فعلا في الحته الواسعه مش كده قبل بيت الشيخ اسماعيل عدو كده على الشمال لا ملاحظة طريق كده طريق السيد فاطمة النبوية كده السيد عبد الله القرشي شارع صغير كده لما تروح اتأكد عشان لو كان كده نسيب الدرس ونروح نشوف. قوله القصد إلى النظر أي إرادته كما أشار إليه بقوله أي توجيه القلب. القصد إلى النظر يعني إرادة النظر أي توجيه القلب لأن التوجيه هو الإرادة. يعني ما المراد بالقصد الى النظر يعني ايه ارادة النظر. قوله بقطع العلائق اي توجيهها ملابسا لترك الامور المنافية له. يعني توجه الايه الارادة
في حالة كونها ملابسة لترك الأمور المنافية له للنظر. قوله ومنها الكبر. ومنها الكبر ومنها من العلائق. الضمير للعلائق. ومنها الاشتغال بالأمور الدنيوية. يعني هي كثيرة، يقول لك منها الكبر ومنها الاشتغال، يقول لك والله أنا فاضي، أنا عندي تجارة وعندي الأولاد بربيهم وعندي الزرع بيكيه وعندي مش عارف المحكمة وعندي مش عارف فيه وعندي الجامعة، أنا فاضيش. الاشتغال بالأمور الدنيوية ده من العلائق، وذلك كثير من الطلبة حرموا من العلم بسبب الانشغال بالأمور الدنيوية. يقول لك أنا بسافر، بروح الخميس الجمعة عند مش عارف جدتي، بروح يوم السبت عند خالتي، يوم الأحد عند عمتي، هذه علائق مشاغل دنيوية. أصل يوم الثلاث بروح أجيب المعاش، ثم اليوم إيه اللي حتتفرغ ده؟ يوم القيامة اللي حتتفرغ فيه للعلم. وهل خالتك وعمك هذول حينفعون صلة الرحم؟ أي مطلوبة، بس لا تكون من الإيه؟ ها؟ من الشواغل اللي تصرفك عن العلم. رجل مين اللي جاء؟ يقول إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبسو خريفي وبرد الشتاء ويحلو إليك زمان القضية أخذك للعلم كل متى. في الصيف الدنيا حر، ما اقدرش اقعد في الازهر عشان ما فيش مكيفات. في الشتاء الازهر متلج ويحلو اليك زمان وقبل. انا عاوز الربيع، اخذك للعلم كل ما يبقى معناها حتاخذ العلم في الخريف. يبقى دي علاقة وشواغل. والله كثير من الناس يقول لك انا ما اقدرش اقعد الساعه 6، انا بمشي الساعه. يا ابن فرغ نفسك من الشواغل وقطع عن قلبك هذه العلائق. ده في ناس بتيجي كانت تضرب أكباد الإبل وسفر طويل وينقطع ويتفرغ. وللأسف أنت يمكن الأمور ميسرة ليك ومع ذلك تقصر وتفوت. مين اللي كان حكونا حكايته كان جاي من بلاد المغرب وليه وأقام في الأزهر الشريف مدة طويلة حوالي 15 سنة يطلب فيها العلم، وكانت تأتيه رسائل، ما كانش في نت ولا سكايب اللي عم نقول عليه ده ولا سميت ثاني واتساب وهي ثاني ولا فيسبوك، فيسبوك فايبر تويتر محمول فاكس مسج، ما كانش فيه الحاجة دي. كانت تجيبه رسائل في الايه في البريد، الرسالة كانت تاخذ لها شهر عشان توصل. فكل ما تجيله رسالة يخشى انه يفتحها يقول احضر فورا والدك في الاحتضار، خايف لا يفتح يلقى كده. فكان تأتيه الرسائل من بلاده فلا يفتحها، يسيبها، تجي رسالة ثانية يسيبها، تجي رسالة لانه يخشى ان يفتح. هذا اللي خلاه في علم الغيب، ما عارفش انا في ايه في الرساله. فقلبه لا يتعلق باي شاغل، حتى مكث اكثر من 15 سنه، وفي الاخر لما حصل القدر الذي يظنه انه كاف بدا يفتح الرسائل، فوجد رساله تخبره بان امه ماتت منذ 7 سنين، ورساله اخرى تقول اباه مات منذ 5 سنين واخته منذ كاف. يعني الحمد لله انقطعت الشواغل كلها، وخذها مرة واحدة وحزن حزن واحد وخلصت المسألة. وبعدين إنا لله وإنا إليه راجعون. أبو أخت عمي طب أنا ملك الموت، قبضت أجال العباد خلاص، اللي راح 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 لفين؟ ها؟ لمولاه الكريم، وأنا حامل ليه؟ خلاص انتهينا. ايه الناس اللي عندها همة؟ انت اصلا انا لازم اروح احضر المسلسل، لازم اروح مش عارف اعمل، لازم اشحن الكرت، يرن التليفون ما يصبرش لما يخلص الدرس يروح ايه ممكن يرد او يسيب الدرس يروح يرد بره. ده ساعات في ناس، واحد حكى لي انه في واحد رد على التليفون في الصلاة. يقول لهم ده انا بصلي اهو في الركعه الثانيه، الله اكبر. قال له خلاص اكفل اكفل. الثاني لما قال له انا بصلي خلاص اكفل اكفل يا مرة. خلاص كمل صلاتك وبعدين اتكلم.
قوله ومنها الكبر الضمير للعلائق ومنها الاشتغال بالأمور الدنيوية. الاشتغال بالأمور الدنيوية. وإنما كان الكبر مانعا من القصد المذكور، لأن النظر في الغالب لا يكون إلا بمعلم وهو العالم، والكبر مانع من الأخذ عنه. وكذا يقال فيما بعد. كذا بيقول لك إيه، كثير من الناس عنده كبر لأنه مثلا المعلم أصغر منه في السن، يقول لك أنا هتعلم على عيل، يعني هذا أنت العيل، العلم ده كبر، وانت ايه الجهل خيبك على عيل على كذا. تجد دي قواطع وشواغل، اعلم الناس من ايه ها يبتغي او يطلب علم الناس الى علمه. انما ده اصله اهله مش عارف، حتى في الصيد عندنا الحكاية دي، حكاية المعايرة بالانساب، كيف اتعلم عند واحد صعلوك او واحد ابوه كان مش عارف يمسك الحمار او الحصان لابويه، وكان لجد مش عارف، فشواغل فيتكبر عن طلب العلم بحجة ليه الانفة والكبر. ومنها الايه الكبر والحسد والبغض للعلماء الداعين. اصلا انا العالم ده ما احبوش، مش طالع لي، مش مقبول عندي، مش نازل لي من زور، لما ما فيش حد حينزل لك من زور ابدا، هو كاره للايه للكل. وتطهير القلب من هذه الاخلاق ده دليل على ايه، بل هو اول هدايه الله تعالى للعبد. الله قوله الداعين وصف كاشف، اذ لا يقال عالم الا لمن كان كذلك. وشوف بيقول لك وانما كان الكبر مانعا من القصد المذكور، يعني اللي هو اراده النظر، لان النظر في الغالب لا يكون الا في الغالب لا يكون الا بمعلم وهو ايه العالم. والكبر مانع من الاخذ عنه. وكذا يقال فيما بعد، يعني فيما بعد الكبر والايه الحسد والبغض للعلماء برضو مانع للاخذ. انت طلع الاول عليك في الدفع، اذا في عندك حسد وفي عندك بغض يبقى حيمنعك من التلقي عنه. وكثير ناس فاتها ايه العلم والاسانيد العاليه بسبب الكبر. واحد راح لواحد من القراء الكبار يعني واكبر منه سنا، فراح له في السر قال له اديني ايه سند بس لا تخبر احدا ان انا خدت عنك. ان هو بيقول للناس العكس، ده هو اللي خد عني. اي انا وقال له لا. فحصل في نفسه ايه كره وبغضاء، وقعدوا متشاحنين الى ان مات احدهما وبقي الاخر. قوله وتطهير القلب تعليل، اي وانما قيدنا توجيه القلب بما ذكر، لان تطهير القلب اول الهدايه الى اخره. هذا تعليل، تطهير القلب من الاخلاق ده ايه تعليل. خلاص يعني وانما قيدنا توجيه القلب بما ذكر، لان تطهير القلب من هذه الاخلاق من الكبر والحسد اول هدايه الله. قوله اول اي اس واصل خبر تطهير. خبر تطهير اول هدايه ايه اول هدايه ده الخبر بتاعته. وتطهير القلب اول هدايه ده خبر مبتدا اللي هو تطهير. جميل. تطهير مبتدا وده الخبر. واصل خبر لا يا مولانا أس وأصل وهو في الإعراب يعني خبر تطهير، يعني هو أس وأصل يعني أساسا. نعم. أصل يعني أساسا. وإعرابه أنه خبر لكلمة تطهير. جميل. وإعرابه خبر لإيه؟ لتطهير. لتطهير. وقال القاضي أي أبو بكر الباقلاني ومالكي كالأشعري. يعني أبو بكر الباقلاني مالكي زي الأشعري. نعم. والجويني شافعي زي مين؟ إمام الحرم. زي إمام الحرم. اثنين شافعية واثنين مالكية، بس ما فيش حد حنفي. نكمل شوية بعد العشاء إن شاء الله، ثم ما خدناش حد. بعد العشاء.
هو الوسوسة. أصل المعتزلة والجماعة العلمانيين دول يقول لك إيه؟ ما فيش حاجة اسمه مس أو الشيطان يلبس الإنسان أو مثلا يعني زي اللي بنشوفه ده. ويستدلون بإيه؟ بالآيات يعني الذي يوسوس أو ليس له سلطان إلا الوسوسة، مش كده؟ لكن الآية دي أني مسني، هو نبي، ولا يجوز أن يقال إن المس هو الوسوسة، لأن الشيطان لا يتسلط أو لا يوسوس لقلوب أو معجب الأنبياء لأنهم معصومون، فلم يبق إلا المس والإيذاء الجسدي. بدليل إيه؟ العلاج كان إيه؟ هذا مغتسل بارد. والمغتسل البارد والشراب ده علاج للجسد ولا للروح ولا القلب؟ واضح جدا. وعندك الآية بتاعت البقرة، كالذي أتخبط من المس، شوف كده، من المس، حتى نجيبها في التجويد، ده هو ايه الحروف وبين رخو والشديد لن عمر، لن عمر، ولو قلت المس شو كده الحروف دي حسر. فعاوزين يعني عاوزين ايه دليل على 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 المس. فهم لا يصدقون المس الا اذا حصل في اجسامهم. هذا مذهب له، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هنعمل له مين؟ ده يعني الجمهور على فكره، الا المعتزله والجماعه اللي احنا عارفينه ينكروا ايه؟ ما فيش مس، ما فيش كذا. ده في بعض يقول ما فيش شيطان اصلا. ماشي انت مع المذهب ده؟ معايا الحمد لله. كان واحد مرة أنا قرأت تقريبا في بعض الكتب إنه كان الزمخشري كده عقيد يعني ما يكونش بالله معتزلي، ولا دي حاجات معنوية وما فيش حاجة اسمها. فاللي حصل إنه كان إيه يصنف في كتاب أو يكتب في كتاب، وكان الإمام الغزالي تقريبا كانوا في متقاربين من الزمخشري العصر الواحد، سمعت عن مدة. فقال لهم ايه الجن كانوا يحبوا الغزالي يحضروا له كذا وليس صلة به، فراحوا جابوا ايه الكتاب لسه بيكتب فيه، يعني ما حد شافه ولا حد طلع، لسه بيألف وبيعد فيه. فجابوا له الغزالي، راح استدعى او زاروا الزمخشري فشاف الايه الكتاب عنده، فلقي نفس الورق ونفس الكتاب ونفس الخط ونفس الافكار، فاستعجب. ده هو في مكان وفي مكان ومحدش، وهو في خزانته لم يطلع عليه احد. فقال له يعني لا يمكن يكون ده توارد خواطر ونفس الورق ونفس الخط، ده الكتاب ده انا عندي كتاب زيه بالظبط، ما يقدرش يقول هو سايبه في البيت وقافل عليه، ونفس الكلام اللي انت بتقوله ونفس الحروف ونفس، هل يعقل يكون اثنين بيعملوا نفس العهد؟ فقال له ده مش زيه، ده هو نفسه. طب ما الذي كيف جاء اليك؟ قال الذي او الذين تنكر وجوده، فاعترف بوجود الجن. الرجل العفريت اللي في سورة النمل قال لسيدنا سليمان عفريت من الصريح من الجن، ما فيش تأويل في أحد يقول ده بني آدم، عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام. فالعفريت عفريت زي ما عمل كده يعمل مع الناس الصالحين والناس الكبار، يجيب لهم ليه الكتب ويجيب لهم. واحد مرة بقول له كده قلت يا أخي لما كده ما يجيب لنا الفلوس اللي في الخزائن بتاعت أمريكا وإسرائيل والناس،
تريد استحرم شرع حرم في مانع الشرع طيب كم عنده مين انما ده اللي بيقول له هات لي نبي فله سلطة التشريع انما انت صفتك يا حيطيعك ادخل النار بسببك ليه ويمكن يتمسك في اسرائيل تمشاتات وزي ما في جن صالحين بيخدمون في جن ولاد كلب يهود بيعمل الضد فيمكن يمنعوه وبعدين هناك معاهم القنابل انه يستطيعوا قتله فالجن بيخاف برضو زي اوريح عارض نفس خاطر عشانك ليه فما عارفش ياخد حل معاك الله والله وصلنا عند ايه قوله وقال القاضي ابو بكر الباقلاني ومالكي كالاشعري يعني واحد مالكي زي المالك واحد شافعي زي الشافعي مش كده ابو بكر الباقلاني وهو مالكي كالباقلاني ده كان بسم الله شاء كان عنده سرعه بديهه كده كان يعني يعرف ايه في المناظرات بسم الله ما شاء الله مناظرات يا ريت حد يجمع مناظرات الامام الباقلاني كان عنده سرعه كده في الردود قوله اول جزء من النظر النظر القياس المركب من مقدمتين واول جزء منه المقدمه الاولى وقد يقال قد امرنا بالنظر وهو متوقف على مجموع المقدمتين يعني اول جزء اللي هو المقدمه الايه الاولى شنو نعم ليه لانه مركب وظالم مركب يبقى ايه هو كل ومركب من جزئين على الاقل في كثير من كلمه اول جزء بعض يعني اول جزء يعني المقدمه الاولى يبقى اول جزء يعني النظر القياس المركب من مقدمتين واول جزء منه المقدمه الاولى ابو الجزء الثاني المقدمه الثانيه وقد يقال قد امرنا بالنظر مش كده وهو متوقف على مجموع المقدمتين فيكون الواجب جملته لا أوله مش كده فقط فيكون الواجب جملته لا أوله فقط مش كده يعني قد يقال في الاعتراض على كلمة أول إيه جزء لأنه لا يتحقق النظر إلا بمجموع المقدمتين فالواجب هو إيه الجملة وليس الجزء قوله المعرفة أي الجزم بعقائد الإيمان المطابق للواقع عن دليل المعرفة يعني ده إيه مقابل المعرفة للتقليد المعرفة هي الجزم بعقائد الإيمان المطابق للواقع يعني العلم يعني شوف كده فهو الواجب هو العلم يعني المعرفة لأن العلم والمعرفة قيل إنهما مترادفان مش كده نعم وقيل بأن العلم غير المعرفة لأن المعرفة تستدعي سبق جهل والعلم ليس كذلك وقيل المعرفة يعني المعرفة تتعلق بالذوات والعلم يتعلق بالأحوال فتقول كذا عرفت أباك وعلمته صالحا تقولش علمت أباك عرفته وعلمته والمعرفة تكتفي به بمفعول واحد أما العلم له إيه اثنين مفعولين قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات يعني والبعض قال إنهما إيه مترادفان ولذلك إيه هنا حتى على الأقل هنا المعرفة والعلم واحد لأنه هو نفس التعريف ولذلك قال تعالى فاعلم أنه إيه وابن عباس لما فسر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال أي ليعرفون فيكون المراد بالمعرفة العلم والعلم هو المترادفة هنا لما نجي في مبحث ثاني نقول إيه غير مترادفة نعم قوله أيضا أي كالقول الأول ويعزى للشيخ أيضا يعني كالقول الأول الشيخ ويعزى للشيخ ايضا ان اول واجب المعرفه ايضا يعني كالقول الاول قوله ايضا يعني ايضا من ايه اضى مش كده يعني نعم. رجع نعم يعني كالقول الاول ماشي وهو اي قوله القول بان اول واجب المعرفه قوله في الحقيقه
أما بالنظر للظاهر فهو مخالف. يعني هو في الحقيقة غير مخالف. نعم. قوله غير مخالف يعني لما قبله. هات المتن عشان نفهمها شوية. المتن قال ويعزل الشيخ أيضا وهو. وهو في الحقيقة غير مخالف. ليش شرحناها دي؟ نعم. يعني إيه ما قبله؟ يعني قول الأشعري أو الأقوال كلها لأنها كلها تدور على الإيه؟ على الوسيلة. نعم. قوله. لأنه يعني القول اللي هو ده غير مخالف ليه؟ لأنه نظر اللي هو الأشعري إلى أول ما يجب مقصدا وغيره اللي هو أول واجب النظر القصد إلى النظر إلى غيره نظر إلى أول ما يجب امتثالا وأداء فلا تعارض لأنه قد انفكت الجهة لأنه هذا يريد أول واجب قصدا أو مقصدا في مقاصد الأمور بمقاصده وفي وسائل فإذا اللي يقول أول واجب النظر أو أول واجب المعرفة لا تنافي ولا تعارض لأن هذا يريد أول واجب وسيلة والثاني يريد أول واجب مقصدا. قوله غير مخالف لما قبله أي من جميع الأقوال فمن قال أول واجب النظر أراد الوسيلة القريبة ومن قال القصد أراد الوسيلة البعيدة. شفت كده ومن وإحنا فيهم في الشرح حجم. في الحاشية ده في الحاشية بيقول إيه قوله غير مخالف لما قبله أي من جميع الأقوال وإحنا قلنا في احتمال يكون إيه ما قبله اللي قول مين الأشعري فمن قال أول واجب النظر أراد الوسيلة القريبة ومن قال القصد أراد الوسيلة البعيدة أو زي ما احنا قلنا وسيلة الوسيلة ومن قال أول جزء من النظر أراد الوسيلة المتوسطة ومن قال المعرفة البعيدة اللي هي إيه القصد والقريبة اللي هي النظر والقصد وأول جزء ده الوسط إذا في وسيلة بعيدة في قريبة في وسط ومن قال المعرفة أراد المقصد فالقلب لفظي ومن قال المعرفة أراد المقصد يعني ومن قال النظر أو أول جزء أراد إيه أراد ومن قال المعرفة أراد المقصد ماشي ومن قال الثاني أراد إيه الوسيلة قال القلب إيه القلب لفظي قوله وغيره عطف الأداء على الامتثال قوله لأنه أي القائل بأن أول واجب المعرفة فالضمير راجع لمفهوم من الكلام لما يفهم من الكلام يعني مش لشيء يعني لما يفهم خلاص قوله وغيره يعني وغير مين ها وغير الشيخ أو وغير الإيه القول وغيره إلى آخره عطف الأداء على الامتثال مرادف عطف الأداء على الامتثال لما قال إيه نظر إلى أول ما يجب امتثالا وإيه وأداء يعني عطف الأداء على الامتثال ده مرادف يعني الأداء عطف المرادف والامتثال الاثنين واحدة ونصبهما على التمييز المحول عن الفاعل يعني في تمييز وهو في الأصل حول وكان فعلا زي إيه يعني أول ما يجب امتثاله وأداؤه فلما قال امتثالا حولها إلى تمييز وهي في الأصل كانت إيه وكذلك كلمة إيه أداء أي فعله ولو وسيلة وهي الوسيلة قريبة وهي قريبة وبعيدة ومتوسطة كما سبق قوله وإنما اخترت أي مع أنه قد ظهر من كلامي أن لكل قول وجهة يعني كل قول له وجه يعني معناها ممكن نكون للأقوال دي كلها صحيحة أو كلها معتبرة طب ما معنى أنه يختار من بينها إما هو كله ما فيش تنافي بين الأقوال مش كده ده وسيلة وده إيه مقصد وده وسيلة قريبة وده بعيدة وده متوسطة فما الداعي للاختيار ما هو يعتبر كل واحد مش كده قال وإنما اخترت أي مع أنه قد ظهر من كلامي أن لكل قول وجها
فيقول إنما اخترت من هذه الأقوال القول بأن أول واجب النظر. يعني ده اسمه إيه؟ اختار لسبب. لماذا اختار؟ كلمة اختار يعني معناها كان ممكن يجوز، يعني هذه الأقوال كلها جائزة، ولكن في فرق بين إيه؟ بين الجواز وبين الاختيار، شوف كده؟ فكل مختار جائز وليس العكس، يعني قد يكون القول جائزا ولكن لا أختاره، مش كده؟ يبقى إذن هنا بيقول إيه؟ اختار لي كده لسبب آخر خارج عن الموضوع، اللي هو إيه؟ لتكرر أو لتكرار مثلا الحث على النظر في الكتاب والسنة، كأنه مش مقصد يعني لا ينظر لذات الايه النظر، ولكن حتى يصل الى الايه المعرفة. فقال لما كثر الحث عليه في الكتاب والسنة حتى صار كأنه مقصد، بخلاف ما قبله من الوسائل لم يأتي الحث عليها فين؟ في الكتاب والسنة. وبعدين بيقول فإنما أخذ، مش كده؟ إنما أخذ من قاعدة أن الأمر الشيء أمر مما يترتب عليه من فعل المكلف، وفي تلك القاعدة حتى كأنه مقصد فإنما أخذ من قاعدة أن الأمر بالشيء أمر بما، يعني معناها زي إيه؟ قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، يعني الأمر بالشيء يعتبر أمر بما يتوقف عليه من فعل المكلف، يعني إيه ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ يبقى معنى كده إيه؟ لا يخفى علينا جميعا أن تكرار أو تكرار الحث، يعني الحث عليه تكرر كثيرا، فهذا يفيد إيه؟ يفيد وجوبه، وجوب النظر أخذا بظواهر النصوص. قل إيه ها؟ قل انظروا ماذا في السماوات، مش ده أمر؟ أولم ينظروا، ده حث بل إن الحق دعانا، يعني آيات كثيرة ممكن واحد يعمل إيه بس بحث في الآيات والأحاديث التي حثت على النظر، الآيات في القرآن والأحاديث فين؟ في السنة، هتجد اكتب عشان تطلع في الموقع الآيات القرآن يا عم سيبك من ماجستير القرآن، محدش ضيع العلم ولا الحاجات العلم للدائرة، انتوا هي وسائل خلتوها انتوا ايه مقاصد وقلبتم الامور، سبحان الله. فشوف كده هنا ايه الامر تكرر كثيرا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلق، افلم ينظروا الى السماء فوقهم. وورد في بعض الاثار انه النظر نفس عباده، نفس النظر عباده، النظر إلى خمسة أشياء عبادة، النظر إلى السماء التي حجبنا عنها التلوث الضوئي، والجلوس أمام النت وما حدش بيبص حتى في السقف بتاع البيت، فحد ساكن على السطوح كده عشان إيه؟ أنا سكنت في بيت على السطوح، فواحد قال لي ده انت ايه منك للسماء، قلت له السماء ايه مني للعرش عرض. فالتأمل والنظر ده ربنا كده في القرآن، أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنى، حد يفكر يبص على السماء؟ ما عمرك ما بتبص حتى على السقف، الإبل ماشي والسماء كيف ايه كيف رفعت، عارفش صوت الغاشية موجودة برضه، وإلى الجبال كيف، وإلى الأرض حتى الأرض بص فوق وتحت ونمت إيه، النظر متعدد.
ده بل انه حثنا الله تعالى على النظر حتى في انفسنا، في انفسكم افلا تبصرون. وفي الجوهر فانظر أدلة حتى من غير كلام، فانظر إلى نفسك ثم انتقل إلى العالم ثم استجد به صنعا، لكن به قام دليل العدم. فالنظر سبحانه حاجة جميلة جدا. في ملكوت، بل في آية تانية تفيد الوجوب فعلا، اللي هي إيه؟ أن الله تعالى ذم من تعامى عن نظر، فقال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني نفسه عم مشافش، يعني اللي هو يتغافل ده مصيبة. فعشان كده الآيات دي والنصوص دي تفيد إيه؟ تفيد وجوبه، ولكن لا تفيد أوليته. يعني تفيد أن النظر واجب، لكن هل تفيد أنه أول واجب؟ حديث المرأة الذي ورد في آخر آية على عمران: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. نشف عندك كثيرة يعني، لكن النصوص دي سواء كانت في الكتاب أو السنة تفيد إيه؟ تفيد أنه واجب، ولكن لا تفيد إيه؟ أوليته التي هي مطلوب المصنف. والمصنف بيقول إيه؟ ها؟ وإنما اخترت من هذه الأقوال القول بأن أول واجب النظر، وعلل ذلك إيه؟ ها؟ لتكرر الحث على النظر. يعني هو بيقول أنا اخترت أنه أول واجب النظر ليه؟ تكرر الحث لا يفيد بأنه أول واجب، وإنما يفيد أنه واجب. يبقى كده ايه التعليل ما يمشيش اللي قاله الشيخ. هو بيقول انا اخترت كده انه اول واجب، لا، تكرر الحث هذا يفيد وجوبه، ولكن لا يفيد انه ايه؟ اول واجب. طيب يبقى كيف نوجه كلام الشيخ؟ يعني العله اللي تعلل بيها لا تفيد ما اراده، وما اراد وجوبه، وانما اراد انه اول واجب. يبقى ممكن يحمل كلامه على أنه يريد أنه لما حث عليه كثيرا تبينت أهميته، والأهم هو الواجب لما يكون شيء مهم. لا، لما يكون هو مهم قوي كده، يعني معناها يبقى يقدم، يا دامت مهم في الأهم فالأهم، فكأنه هذا هو الذي أراد، يعني لكثرة الحث عليه يبقى شيء مهم فيقدم على إيه؟ على غيره من الواجبات، لأنه إيه؟ مهم. وأيضا في ناحية أخرى، لأنه هذا النظر حيوصلنا إلى الإيه؟ المعرفة. وغيرها من الواجبات متوقف عليها، فتكون المعرفة أول واجب، ويكون النظر الموصل إليها أول واجب وسيلة، وهي أول واجب إيه؟ مقصدة. يلا. قال المحشي رحمه الله: قوله لتكرر الحث، أي وذلك لتكرر الحث، وذلك أي وذلك يوجب الاعتناء به. يعني اختياره على غيره. اعتناء والاختيار ماشي، لكن كونه يقدم أو كونه أول واجب ده موضوع إيه؟ موضوع آخر. ثم إن النظر الذي وقع الحث عليه كتابا وسنة بمعنى حركة النفس بالعقليات لا نفس القياس الذي هو المطلوب، فلا يتم ما قاله الشارح من تعليل الاختيار. في مشكلة تاني يقول لك هو أن علل الاختيار من أول واجب هو النظر، هو عرف النظر أنه ترتيب إيه؟ أمور كده، أو ترتب إيه؟ أو ترتيب معلوم، زي ما قال وحقيقة النظر كده. طب إيه رأيك؟ الشيخ بيقول ايه؟ ثم ان النظر الذي وقع الحث عليه كتابا وسنة، انا قلت لكم في الكتاب وفين في السنة، بمعنى حركة النفس في العقليات لا نفس القياس الذي هو المطلوب، وإلا هيبقى كده ايه؟ محدش عارف ينظر إلا من درس ليه المنطق والقياس والاستقراء والاقتران. يعني معناها القرآن والسنة حث على حاجة غير اللي هو بيتكلم عليها،
والأعراب لما ربنا قال لهم انظروا عشرفهم بالقياس والمقدمات والصغرى وكل كلامه فقال لك ده والكتاب والسنة حث على اللي انت بتقوله ده، بيقول لك حث على حركة النفس في ليه في العقليات، لا ايه نفس القياس الذي هو المطلوب، فلا يتم ما قاله الشارح من تعليل فلا يتم ما قاله الشارح من تعليل الاختيار إلا أن يقال المطلوب النظر بمعنى القياس قوة أو فعلا، والذي هو قوة ده هو إيه يدخل في إيه في القرآن، والفعل اللي هو القياس المطلوب. ومن حرك نفسه في العقليات ومن حرك نفسه يوجد عنده قياس بالقوة فتم ما قال، يعني معناها زي ما نقوله في حاجة مركوزة في الفطرة، يعني زي الأعرابي قالها بفطرته ولم يقلها بالقياس المنطقي، لما قال البعرة تدل على يبقى إذن عنده القياس موجود بالقوة لا بالفعل، فالذي يريده الشيخ القياس بالفعل والذي يريده القرآن بالقوة، خلاص يبقى كده ما فيش ايه ما فيش خلاف، يعني نقول فعلا الامر تكرر به لكن لا يفهم انه تكرر بالامر بتاع ارسطو بتاع القياس المنطقي، لا اللي هو ايه المركوز في الفطرة، وما فيش تعارض بين ده وده اللي مذهب القوة وده ايه وبالفعل. فتم ما قاله الشارح قوله حتى كأنه مقصد. قد يقال إن المعرفة مقصود حقيقة، فالأولى اختيار القول بأنها أول واجب. طيب هنا هو بيقول حتى كأنه إيه مقصد، يعني مقصد حس عليه الكتاب والسنة حتى كأن النظر مقصد. طيب قد يقال إن المعرفة مقصد حقيقة، فلماذا قال كأنه؟ فالأولى اختيار القول. إن كان المسألة إحنا نسعى وراء المقصد، فالمقصد حقيقة المعرفة. نعم. نبعد النظر ونقدم المعرفة. نعم. أي. قد يقال إن المعرفة مقصد إيه؟ حقيقة. فالأولى اختيار القول بأنها للمعرفة أول واجب. معرفة ولا النظر؟ لا. إذا كان إحنا بنسعى إلى المعرفة زي ما بيقول الشيخ ناجي، فأول واجب هو إيه؟ لكن هو اختار ان اول واجب هو النظر اللي تكرر الحث ايه عليه، تكرر الحث جعله كانه المقصد، فاذا كان لما اشبه المقصد قدمناه يبقى المقصد الاصلي من اذا كان قال اول واجب عشان كانه مقصد يبقى مين الاحسن الاولى بقى المقصد. طب اذا كان ده كانه بقى اول واجب كانه، طب ما اللي هو نفسه بيقول فيه يبقى هيقول واجب قبل الأول حيبقى مش هو الأول، يبقى الأولى أن يقول المعرفة أول واجب ويكون أيضا النظر بس حيكون وسيلة. نعم. فبدل ما يقول كأنه مقصد لأنه ليس هو المقصد وإنما المقصد هو إيه المعرفة، فيقول أول ما واجب المعرفة ويريح الناس قوله بخلاف ما قبله، بس حيقول لك إيه القرآن بحث على النظر ولم يحث على المعرفة حيقول لك كده هيرجع ثاني يقول لك انت لما كان القران هو اللي عامل لنا الاشكاليه يا اخي، هو اللي عامل لنا الاشكاليه. المعرفه حصلت بغير نظر هل يسقط النظر؟ نعم. المعرفه حصلت بغير نظر خلاص ده تحصيل حاصل النظر حيوصل لسه جاي، ثم النظر كان في معرفته ولا لا خلاف الاسماعيليه ده متموال جاي ثاني، بس هو اذا بيقول الشيخ محمد اذا المعرفه حصلت بالهام او بكشف كده يبقى في هذه الحالة يبقى النظر حيبقى يعني واجب أيضا ولا سقط وجوبه، هو إنه المعرفة دي يا شيخ محمد ممكن تكون إيه مراحل متفاوتة، ليس معرفة الكشف ومعرفة الإلهام زي معرفة النظر العقلي زي، فيكون هذا لمزيد الإيه المعرفة، فتحقق بإيه بالنظر بعد المعرفة معرفة أكثر، وقل رب زدني ايه علما، ثم لا يسقط لانه يعني حصل ليه اصل المعرفه، لكن هل كل المعرفه هل المعرفه متساويه
كلما تعرف الحق إليك أو كلما كنت في حال أو كذا زادت إليه المعرفة، لأن المعرفة والعلم إحنا قلنا إيه مترادفة فيقبل الزيادة. ولذلك تكرر الحث بالنظر، لأنه كلما تنظر كلما تزيد في المعرفة أو كلما تزداد يقينا. نعم. ها. قوله بخلاف ما قبله، أي النظر، أي النظر بتمامه من الوسائل، أي النظر بتمامه من الوسائل، يعني مش جزء من النظر، النظر بتمامه من الوسائل. الصادق ذلك بأول جزء من النظر وبالتوجه إليه، كل ده إيه يصدق عليه أنه وسيلة. ولا يبين ما قبل النظر بالأقوال لأنها بعده. لا إيه ولا إيه بأول بالنظر بتمامه. ولا يتبين ما قبل النظر من الوسائل الصادقة ذلك بأول جزء وبالتوجه إليه، ولا ولا يبين ما قبل النظر بالأقوال. احنا عاوزين نعرف كده بس المتن عشان نعرفها صح. في المتن بيقول بان اول واجب من هذه الاقوال القول بان اول واجب من تقابل الحس على النظر في الكتاب والسنة، حتى كانه مقصد بخلاف ما قبله من الوسائل. ما قبله اللي هو ايه القصد مش كده؟ نعم. وما قبله اول ايه جزء منه، تمام كده؟ نعم. يبقى هنا بيقول ايه؟ أي النظر بتمامه من الوسائل الصادق ذلك بأول جزء من النظر وبالتوجه اللي هو إيه الإرادة، إرادة النظر. والمراد ولا يبين ما قبل النظر بالأقوال لأنها بعده. ايه اللي بعد النظر؟ ما قبل النظر بالاقوال اللي هو هنا بيقول لك ايه لانها بعد، عايزين نعرف ايه الاقوال التي بعده. لانها بعده بعد النظر المعرفه. طيب يا فين الاقوال اللي هي بعد النظر؟ لا يمكن ممكن يكون الاقوال الاخرى اللي هي الزايده. ايوه معناها هذه اللي هي كلها الاسلام والايمان في اللي قال النطق بالشهادتين وكله ده ايه؟ كله ده ايه؟ بعده مش قبله. فيبقى العباره هنا ايه؟ اي النظر بتمامه من الوسائل، يعني النظر كله. الصادق ذلك، يعني كلمة الصادق ذلك يرجع إلى إيه؟ الصادق بخلاف ما قبله، ما قبله يصدق على أول جزء من النظر ويصدق على الإيه؟ على الوسائل. يعني ما قبله بخلاف يعني ما قبل النظر بتمامه ده من الوسائل. الصادق ذلك اللي هو قبله أول جزء مش كده؟ والتوجه أول جزء وبالتوجه. أما ما بعده يبقى لا يبين يا مولانا، يعني لا يبين من المباينة، يعني ده يقول لك بخلاف. أما الأقوال التي بعده ليس فيها إيه؟ لا تخالف، ليس فيها مباينة. ولا يبين ما قبل النظر بالأقوال، يعني لا يخالف ما قبله ما بعده، لأنه ما قبله وسائل وما بعده إيه؟ المقصد. وحتى الإيمان والإسلام والأقوال الأخرى التي لم يذكرها مقاصد وهي حاصلة بعد إيه؟ النظر. يعني ولا يبين يعني لا يغاير أو لا يخالف، لأنه فهمناها من كلمة بخلاف، إلا إذا تبين غير ذلك.
يعني أنا لي أجر، أصبت فأجران، أخطأت فعليكم الإيه الوزر. ماشي. ولا يبين، لأنه لو قلت ولا يتبين ما قبل ولا يبين، شغل بخلافه. سيب الشيخ محمد يفكر يمكن يشوف لها. ما. انت حتى لو فكرت حتجيبها غلط، لكن انت بتفكر في شو. لا شو ما ينفعش لك اجر. كان واحد من المشايخ الله يرحمه يقول ايه، في اجتهاد اللي هو معروف ده، لما تجتهد يكون عندك اهلية الاجتهاد، الالات، يبقى ان ايه اخطأت لك اجر وان اصبته. انما اللي اجتهد وما عندوش الادوات ده، فكان يقول لنا كده ايه، ان اصاب فعليه ايه وزران، وان اخطا فعليه ثلاثه اوزار. هذا بقول له بينها لي كيف، ان اصاب فعليه ايه وزران. قال لي اول حاجه مش من حقه يجتهد، ده الوزر الاول. والوزر الثاني، الاصابه هنا هي عين الخطا، لان هنا اصاب ايه في اجتهاد ليس معناه، حتى لو اصاب فهو اخطا، فالاصابه هي الخطا، لانه ما عندوش قاعده. يعني زي ما نقول ايه لخصوص الماده او جات مصادفه، هو زي اللي هجم على الصلاه بغير ان يتحرك، فصادف الوقت، يعني هو داخل على الظهر بدون تحرك، فصادف الوقت حتى وان صادف الوقت صلاته دخل بغير اجتهاد او دخل. ايوه يبقى هنا وزران، وزر انه هو مش من حقه يجتهد. هو لما هو يجتهد لا يجتهد، يبقى معناها ما فيش ايه خصوصيه لحد، ما فيش دار افتاء، ما فيش ناس، ما فيش ايه يعني النفر بكل اللي يتفقهوا باي واحد من هب ودب، وده اللي حاصل في الزمن ده. يبقى مش من حقك تجتهد. طب وان اصبت، يبقى معناها جات كده ايه رميه من غير ايه رميه، هذا الايه الوزران. طيب وإذا كان أخطأ يبقى ثلاثة أوزار، اللي هو تضيف عليهم وزر الخطأ. يعني في الحالتين أصاب فهو ما عليه وزر، أخطأ فعليه وزر. يعني مثلا كلمة مثلا في الإنجيل، والإنجيل محرف باطل، قعدت تجتهد أنت عشان تفهمها، فهمتها صح وهي غلط. يعني أصاب في الضلال أو في الخطأ، زي يقول لك فلان وفي جدا. يعني كان واحد يقول لك فلان ده ضرب المثل في الوفاء، في عدم الوفاء. يعني هو شديد الوفاء في أنه غير وفي، هذا موفي فعلا. زي الرجل الذي صدق في أنه لا يقول إلا الكذب، أو صدق في أنه لا يصدق، بل أنا لا أصدق، وهو صادق في أنه غير صادق. مثال كده. قول خلاص دي أسبوع مش هتأثر عليك. قوله إنما أخذ من قاعدة، أي أخذ وجوبه. أخذ يعني وجوب النظر. فإنما بالشيء مطلوب. وأما المقصد يعني أنه ده واجب لي، لما هو أول واجب المعرفة، فيكون نظر أول واجب، لأن الأمر بالشيء والمعرفة متوقفة على النظر، فيكون الأمر بالمعرفة أمرا بالنظر. نعم. وأما المقصد هو المعرفة فوجوبه من النص. يبقى إذن وجوب النظر ده قياس، مش كده؟ أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب. أي أخذ وجوبه لو النظر من إيه؟ أخذ وجوبه من القاعدة دي، من القاعدة. أما المعرفة نفسها أخذ وجوبها من النص. فين النص؟ فاعلم أنه إيه؟ لا إله إلا الله. قوله نعم، قوله من قاعدة أن الأمر بالشيء أمر، إضافة قاعدة للبيان، يعني البيان. من قاعدة مش كده؟ أن الأمر يعني هي مضافة للجملة هنا، وأن الأمر ده هو القاعدة، مش كده؟ يبقى ده إيه؟ إضافة للبيان. يعني كأنك قلت ما هي القاعدة؟ القاعدة هي أن الأمر بالشيء أمر بما توقف عليه من فعل الإيه؟ المكلف. وقوله إن الأمر بكسر الهمزة إن جعلت إن من جملة القاعدة، وإلا فبالفتح.
يعني قلت من قاعدة إن إذا بكسر الهمزة إن جعلت إن من جملة القاعدة. أما أفرض لنا القاعدة مش إن الأمر بالشيء هتعمل إيه؟ تفتح همزة إن. يعني ما هي القاعدة؟ القاعدة الأمر بالشيء أمر بما توقف عليه من فعل المكلف. أفرض القاعدة إيه؟ إن الأمر يبقى كده أصبحت إن دخل في الإيه؟ في القاعدة، فنكسر الهمزة. أما إن كانت ليست من جملة القاعدة فتفتح الإيه؟ الهمزة. وأنتوا عارفين شروط فتح الهمزة وشروط كسرة، متى تفتح همزة إن ومتى إيه؟ تكسر. إحنا بنفتحها بمزاجنا ونكسرها إيه؟ بمزاجنا. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن، وفي قراءة إن، فيجوز هنا إن الله يبشرك وأن الله قالت إن الله أنت تمام. فالقاعدة الأمر بالشيء أمر بدون أن. يعني القاعدة دي الأمر إيه دخل إن وأن بدون أن. لكن أفرض حبيت نلصقها ندخلها ما فيش مانع نكسرها. يبقى أقول كده فإنما أخذ من قاعدة أن عشان ترضي الشيخ، لأنه قال لك دي من القاعدة ما فيهاش، القاعدة هي الأمر. قوله بالشيء أي المقصد كالصلاة. الأمر بالشيء، أي المقصد كالصلاة. قوله بما أي الوسائل التي يتوقف أي المقصد، فالصلة أو الصفة جرت على غير من هي له. بما مش كده؟ فالأولى الإبراز بأن يقول أمر يتوقف أمر هو. أمر بما، بما أي الوسائل التي يتوقف عليها أي المقصد، أو يتوقف أي المقصد، فالصلة أو إيه أو الصفة. الصلة فين؟ يعني ما دي موصولة ولا نكرة إيه موصوفة. حلت إيه؟ دي ولا اللي قبلها ساعة؟ لا ليها بتاعي وما ولا يبين دي ويبين طلعت ولا يبين ولا إيه؟ لا ولا إيه؟ هو بيقول إيه؟ بيقول إيه بقى وإنما اخترت من هذه الأقوال القولة بأن أول واجب النظر لتكرر الحث على النظر في الكتاب والسنة حتى كأنه مقصد، صح، بخلاف ما قبله من الوسائل. فهو شو بيقول؟ قوله بخلاف ما قبله. الضمير في قبله عائد على إيه؟ على الأقوال. لا، عائد على النظر. قال لك ايه؟ اي النظر، ما قالش الاقوال. ما هو بخلاف ما قبل اي النظر بالضمير على الاقوال، على النظر. هي تفهم، هي ظاهرها ظاهرة العبارة تفهم ان هي على الاقوال، انما ما قبل هنا قال اي النظر بتمام. اي النظر بتمام. ولا يبين ما قبل النظر بالاقوال لانها بعده، يعني في ترتيب المتن، في ترتيب المتن النظر جاء الاول. هو قال الاول مذهب عرضه هو مذهب الامام الاشعري اللي هو النظر، وبعدين بعد ذلك عرض الاقوال التي بعد النظر. فلو هو يقصد بكلمه بخلاف بالضمير فيما قبله عائد على النظر وليس عائدا على الاقوال، لانها لم تاتي قبل النظر انما جاءت بعده. موافق يا رب؟ لا، كلام واضح والله. قبل النظر تحكمش كده. ولا يبين ما قبل النظر بالاقوال لأنها في المتن جاءت بعده. لأنها في المتن جاءت بعده، مش في المتن، حتى في الترتيب بعده. الترتيب في الشرح في الترتيب الأقوال دي جاءت بعده. طيب هو هنا إيه فكرة التفسير؟ يعني هو يقول بخلاف ما قبله، يعني هو عاوز يقول إيه اللي قبله، يعني قبل النظر. تمام. ولما قال ولا يبين ما قبل النظر بالأقوال، يعني هو قال ما قبله، فالضمير يعود على النظر، ما ينفعش انه يعود على الاقوال لانها بعده. مش كده؟ انا موافق. فهل انت ناخذ راي لا انت موافق يا مولانا؟ يبقى انتهى الامر.
خلاص انت لا انا مش موافق او شوف كده انتوا اطلعوا سيبنا ما عندكمش قاعده توجيه هو الصح كده ايه توجيه الحق الرجوع الحق يا مولانا ربنا لو سلم الشيخ ناجي مش مسلم ما سلمتش اذا كنت بتمزح لسه لا لا يعني يبقى ده العلة هو أخرى. هو قال كأنه مقصد بخلاف ما خلاص والله العظيم آمنا آمنا خلاص توكلنا اه بس يعني زي ولا يبين ما قبل النظر بالأقوال لأنها بعد ماشي بس يعني حاجة كده في نفسي أقول بس المهم يعني ماشي هو كده فنشوفها نفكر فيها مقبل. ولا تفك بعد ما تبين لك الحق تتبين ايه تاني الباطل رجعتني لوحي تاني لا انا ما رجعتكش لا بس انا حددت يعني كده يعني حاجه كده يعني عارفك انك حتجيبها والله العظيم بس طبعا لما لم تسرع كعادتك حصل عندنا يعني شيء وقد يكون السبب من عندك انت مش عندنا اكيد هو من عندك فالحمد لله ارجى من بركتنا احنا ربنا فتح يعني برضو هي صح كده ولا يبين ما يعني عاوزين نبين ايه اللي قبله اللي قبله يعني ايه النظر بتمام هو يقصد النظر بتمام اي تمام اللي قبله اول جزء من النظر اول إرادة أو القصد النظر تمام ده ما قبله فما ينفعش نشرح ما قبله بالاقوال الاخرى اللي غير القصد وغير اول جزء لان دي بعد النظر فكانه عاوز يبين لك ايه معنى ما قبله هو كده الحمد لله قوله ضمير عائد على النظر خلاص يا مولانا خلينا في اللي بعده قوله بما اي الوسائل التي يتوقف اي يعني المقصود يعني بما امر بما يعني بما يحدد موصوله اما نكره ايه موصوله فالصله او الصفه جرت على غير من هي له فالاولى الابهام على انها موصوله والصفه على انها نكره موصوفه جرت على غير من هي له فالاولى الابراز بان يقول يتوقف هو يعني الامر بالشيء امر بما يتوقف هو عليه يبقى الاولى الابراز يعني ابراز ليه الضمير المستتر قوله من فعل المكلف خرج نحو الزوال من كل ما يتوقف عليه المامور به ولكن ليس المكلف الزوال ده هيتوقف عليه المامور صح لا انا مامور مثلا بالصلاه فلازم يكون وقت الايه الزوال لكن ده مش من فعل المكلف انا ليس مامورا به ولكن ليس مقدورا للمكلف هو متوقف عليه الفعل مش كده فليس واجبا بوجوب الامر بالمطلوب قصدا يعني المطلوب قصدا هو ايه الصلاه والصلاه متوقف على الزوال فاكون انا مامور بالزوال لا لانه ليس هذا من ايه في مقدور المكلف بل ولا بوجوب غيره خلاص كده لا فليس واجبا بوجوب الامر بالمطلوب قصدا ولا بوجوب الامر ولا بوجوب غيره نعم مقدمه الواجب لانه اصلا مش من فعل المكلف لا بوجوب هذا الامر ولا بوجوب غيره في مقدمه الواجب تنقسم قسمين قسم يدخل تحت مقدور المكلف وقسم لا يدخل تحت مقدور المكلف ما لا يدخل تحت مقدوره كالزوال وكان الاسباب التي رتب عليها الشارع اللي هي الاسباب اللي هي التكاليف الوضعيه نعم والثاني كالشروط كالوضوء بالنسبه للمصلي مثلا ده في مقدوره فيجب عليه بالامر بالصلاه يبقى ايه الضمير في غيره يرجع اليه بل ولا بوجوب غيره يعني هو لا يجب عليه يعني ليس واجب بوجوب الامر ولا قصدا ولا بوجوب غيره اللي هو ايه الامر المطلوب قصدا للصلاه ولا بوجوب غيره يعني لا بوجوب الامر المقصود ولا بوجوب يعني ليس واجبا نعم
لأنه قد نقول أنه ليس واجبا بوجوب الأمر بالمطلوب، وإنما واجب ليه؟ لسبب آخر. فالزوال مثلا لا يجب بوجوب المطلوب ولا يجب بوجوب غيره، لأنه ليس في مقدور به المكلف. قوله نزاع حاصله أن ما يتوقف فين النزاع ده؟ هل الأمر بالشيء هل الأمر بالشيء أمر نزاع؟ يعني في القاعدة دي فيها نزاع. حاصله أن ما يتوقف عليه الواجب هل هو واجب بوجوب ذلك، أي أن الأمر المتعلق بالمقصود متعلق بالوسيلة أو أنه واجب بوجوب غيره؟ طالما المقصود واجب تبقى الوسيلة واجبة، ولا أنه واجب بوجوب آخر بوجوب غيره، أي أن المقصود تعلق به أمر، وكذلك الوسيلة المقدورة للمكلف تعلق بتحصيلها أمر آخر. زي مثلا حديك إيه المقصد الصلاة والوضوء إيه؟ وسيلة، لكن الوسيلة دي نفسها في أمر بها، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وفي أمر بالصلاة وأقيموا الصلاة. يبقى هنا في أمر، يعني ليس الوضوء واجبا بوجوب الصلاة ولكن بأمر آخر اللي هو إيه؟ الأمر اللي في الآية. فعاوز يقول لك هنا إيه؟ الأمر المتعلق بالمقصود متعلق بالوسيلة، ولا الوسيلة لها أمر آخر، مش كده؟ يعني عشان كده قال في نزاع، يعني في اللي قال كده وفي اللي قال لا، بدليل أنه الوسيلة لها أمر آخر. زي القضاء يعني هل بالأمر القديم أو بأمر جديد؟ خلاص هو ده الخلاف، هو ده النزاع، نزاع وما تحلش النزاع، ما حلهوش لا سابق. ليه؟ لأنه في كده وفي كده. نعم يعني يما يسيب المسألة كده يبقى معناه عاوز يقول لك النزاع ما زال قائما، ما زال قائما. طيب بعدين بيقول لك هنا ثم النظر، ده مسألة جديدة، ثم النظر كاف في معرفته تعالى وإن كان بغير معلم. يعني عاوز يقول لك صحيح النظر كاف في المعرفة، لكن هل بمعلم ولا من غير معلم؟ ولا من غير معلم. الإسماعيلية قالت لازم معلم. الإسماعيلية قالت لازم يمكن فيه. الإسماعيلية طبعا معروف يعني إحدى فرق الشيعة الضالة، خلاص؟ اللي تزعم بأنه الإمامة في إيه؟ في إسماعيل بن جعفر الصادق، عشان كده نسبوا إلى إيه؟ الإسماعيلية، خلاص؟ وبعدين إسماعيل ده مات في حياة أبيه جعفر. قال لك إسماعيل بن جعفر، طب هو جعفر إمام في طائفة الجعفرية، وإسماعيل ده مات في حياة مين؟ جعفر. كيف صار إمامه؟ لا، أنكرت هذه الطائفة تمام موت إسماعيل. ما خلاص، وقالوا إن أباه لو جعفر ده رجل كذاب ادعى أنه مات. كذب أبوه لو الإمام ادعى أنه مات من باب التخية خشية أن يقصد بالقتل، فقال إسماعيل ده مات هو أخفاه دسه عشان ما حدش يقصده بالقتل. والإسماعيلية دولة فرقة عجيبة، عندهم إيه؟ كل نص في القرآن له ظاهر وله إيه؟ باطن، خلاص كده؟ ويعني عندهم يعني عقائد مخالفة الإسماعيلية، غير الإيه؟ غير الزيدية وغير الإيه؟ الجعفرية، الإثنى عشرية وإيه تاني؟ والجعفرية والإمامية. جماعة الجهلة السلفية واحد يقول إيه هذه الطوائف الثلاثة اللي هي الإمامية والجعفرية وهي ثاني معا والإثنى عشرية من أضل يا بني آدم، ده هي طائفة واحدة. يعني إسماعيلي الإمامية والجعفرية والإثنى عشرية واحدة، هي دي هم يقولون الثلاثة. فمسكين حتى الثلاثة يخلوهم واحد، الواحد يخليهم ثلاثة، إنما الإسماعيلية غير ده موضوع ثاني. وعندهم مسائل صعبة، يعني مثلا يقولون بحاجة اسمها الاستيلاء، إنه الرسالة دي كانت مثلا
مع سيدنا صلى الله عليه وسلم زي وديعة زي أمانة كده، يعني مش بتاعته، زي مثلا الملك لما يكون صغير اللي عليه الوصي ده الوصاية لحد ما يكبر ترجع له تاني. فكأنه النبوة كانت وديعة عند النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما سيدنا علي بن خليفة الغلام يصل إلى فيردونها إليه. مشاكلهم كثيرة جدا، وده من أضل فرق الإيه الأقربهم إلى السنة اللي هي الزيدية، خلاص قريبين، وحتى فيهم شافعية الزيدية كلنا. فهنا المسألة دي، هل النظر كافي في معرفته تعالى وإن كان بغير معلم؟ خلاف الإسماء يقول لازم يكون فيه معلم. نعم حصوله بغير معلم عسير في غاية الإيه، يعني ده يحصل ولكنه إيه عسير. وبعدين وقالت المعتزلة أول واجب ومدرح عطف لسه خد بالك، احنا بلحظة كنا ذكر كان قول اللي عدوا أول واجب القصد، أول واجب الإيه أول واجب النظر، إرادة النظر جزء من النظر الأقوال. فهنا جاب لك الأقوال، كمل لك الأقوال. أول واجب الشك، طبعا ده حاجة غريبة، كيف الشك ده احنا أمرنا بذواق، هيرد على الكلام الفاضي والغريب، مين اللي قال كده؟ المعتزلة. وهو باطل الشك أن يكون أول واجب، وهم أخذوا بنظرية ديكارت لما قال أنا أشك، فأنا عاوز قد يصل من الشك إلى ده، حتى احنا أمرنا بزواله بإزالة الشك لا بوجوده. ففلسفتهم غريبة، ما هو كل أغلب المصائب اللي جات للمعتزلة سارت إليهم من مين؟ من الفلاسفة. فعشان كده قالوا بنفس الكلام اللي بيقوله الفلاسفة، فأول واجب الشك هذا باطل على أصلنا وعلى أصلهم، يعني على قاعدة أهل السنة وعلى قاعدة مين؟ المعتزلة. حتى هنا الشيخ بيقول على أصلنا وهو قبيح عندهم فلا يكون وكيلا. عد كده كم ذلك كم؟ خمسة. وقيل أول واجب الإقرار بالله وبرسله عن عقد كده ستة، واضح؟ فهذه أقوال ستة، وأنا ذكرت لك كم ثاني؟ لا ستة ثاني اللي هم إيه قولهم لك أنا بسرعة. إذا الستة خلاص عدوا، الإيمان كم؟ سبعة، إسلام ثمانية، اعتقاد وجوب النظر تسعة، التقليد عشرة، وظيفة الوقت 11، التأخير بين المعرفة والتقليد 12. يبقى وصلوا إلى كم قول؟ 12 قول. على أي حال هنبدأ الدرس القادم من إيه؟ ها؟ فين؟ عشان نعلم على بس صفة كم؟ ثم هذا النقل 28. ثم النظر كاف، اللي هو يعني حنقف عند الإسماعيلية، حظكم كده خلاص إسماعيلية، بس يوم الأحد نعتذر عن الحضور، يبقى يوم الأربعاء إن شاء الله. خلاص كده. اللهم صل أفضل صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت ذاكرون وغفل عن ذكره اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
الله يفتح عليكم ان شاء الله فتوح العارفين. وانا اخبرني واحد من الشيخ الاخبار قال لي يا ابني يعني الكتاب فيه بركه الله يبارك فيك. قال لي هذا الكتاب فيه بركه رجل من الكبار العلماء. قال لي هذا الكتاب فيه بركه خلاص ومن بركه الكتاب ما ظهر لكم الان والحمد لله البركه تعم. فعشان كده مش هنسيبه نكمل حبيت اتحول كده لقيت العمليه لكنه ظننتكم ستفرون منه لكن الحمد لله ربنا جمعكم ونحاول نبسط بقدر الايه الامكان ونسال الله تعالى اتمامه ان شاء الله يعني الناس نسرع كده ونمشي بسرعه بالحاجات الايه الواقع بس في الاول عشان شويه المنطق ده فربنا كريم ان شاء الله. خلاص يا اخوانا عاوزين الدعوات كده لحضرتك حضرتك الدعوات حرام عليك كل حاجه نعم ربنا يمنع الموانع ربنا يمنع ما فيش موانع ان شاء الله الشواغل اللي نحن نتغلب بقدر الامكان لكن لما يكون في سفر او حضرتك حاوجد في مكانين في وقت واحد من بركات الكتابه Thank you.